ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. فيديو جديد النهارده على قناتي، نورتوني وشرفتوني فيها. شكرا لكل حد عمل اشتراك وفعل زر الجرس، شكرا لكل حد بيعمل لايك وبيدعمني على فيديوهاتي، شكرا لكل حد نفسه ان انا اكمل واستمر معاكم. بجد شكرا جدا ليكم، وانتوا على دماغي من فوق حتى لو قله قليله من الناس وعايزين نستمر، فبجد ده بيدعمني وبيخليني عندي حافز نفسي ان انا عايزه اطلع فعلا واعمل فيديوهات للناس اللي بتحبني والناس اللي عايزاني استمر على القناة. وكمان حاجة فرحتني جدا، الناس اللي زعلانة على قناتي الكبيرة ان انا سبتها وما عنتش هطلع عليها. بجد والله العظيم كويس ان في لسه ناس اصلا يعني كده، يعني والله العظيم غصب عني، هي ظروف غصب عني. زي ما قلت لكم قبل كده، في الوقت المناسب هحكي لكم وهقول لكم كل حاجه، هقول لكم ليه انا سبت القناه الكبيره وايه السبب اللي خلاني بعدت عنها، هقول لكم كل حاجه ان شاء الله. المهم ان احنا دلوقتي على القناه دي مع بعض، وان شاء الله نكبرها بيكم واكبر معاكم والقناه تكبر ونخلص كده الشروط بتاعتها على خير، ونعوض ان شاء الله كل حاجه فاتت، وان شاء الله تلاقوني دايما باستمرار معاكم على القناه دي. النهارده فيديو النهارده، طول اليوم انا كنت بره مع ليلي، كان عندها دكتور عند اطفال، دكتور الاطفال بقالها فتره كبيره، كان عندها حساسيه على الصدر وقلبت على الشعب الهوائيه وعملت التهاب وحاجات زي كده، فبقالنا فتره كبيره بنتابع. فكنا عند الدكتور طول اليوم، الدكتور بتاعها بناخد وقت طويل قوي هناك، يعني نقعد منتظرين. وكمان كان عندها جلسة تخاطب، وخلصنا كل الحاجات دي وروحنا البيت، فكانت الساعة 7، 7 بالليل. فجبت حاجات بقى وانا راجعة من مول جنبي كده تبع الجيش، عندهم اسماك حلوة قوي، فجبنا 1/2 كيلو جمبري، وجبنا 1 كيلو من السمك المكرونة، ونوع تاني معاه كده انا بصراحة مش عارفة اسمه ايه، بس جوزي يعني اللي عارفه هو اللي جابه. وجبنا سمك بربوني 1/2 كيلو برضو، هو قال ايه عايزين ناكل اكلة منوعة، يعني كده اسماك متنوعة مش معتادة، مش بلطي مش بوري، حاجات زي كده، وفي نفس الوقت ايه تكون اكلة اقتصادية، لو جبناها جاهزة من برة هتعدي من 400 جنيه. فانا قلت خلاص انا هجيب 1/2 كيلو بربوني ونص كيلو من جمبري وكيلو من السمك المكرونة على السمك التاني ده وانا اعملهم في البيت، هياخدوا وقت وهيتعبوني بس مش مشكلة، يعني هيبقى يعني وفرنا تمن الاوردر اللي هنجيبه من بره. فبصراحة هو خد وقت شوية في التنظيف، يعني اكتر حاجة تعبتني عشان اكون صراحة معاكم التنظيف، غير بقى الكارثة اللي حصلت لما خلصت السمك، بصيت لقيت كل حاجة مش نظيفة، المواعين كلها مش نظيفة، لاني كنت بنجز عايزة اغديهم، لان كانت الساعة 12 تقريبا بالليل لما اتغدوا، فكنت عايزة اخلص وفي نفس الوقت ببهدل بقى المواعين وكل حاجه جنبي، ومش فاضيه ان انا اغسلها، فاهمين؟ انما لما بتبقى الدنيا رايقه ومش وراكي حاجه والغدا في ميعاد والعشاء في ميعاد، فبتبقي عادي مش مضطره ان انت تسيبي الحاجات كده تتراكم. فللاسف بقى كل حاجه تراكمت على بعضها، المواعين، وكان خضار جايبينه من بره حطيته على الرخامه. طبعا انتوا شفتوا لو انتوا جايين من قناه اميره في بيتي، الفيديو اللي انا سبته لكم هناك، الفيديو ده الروتين اللي بعد السمك، تمام؟ يعني ده الروتين بقى تاني يوم ما صحيت الصبح. انا بصراحه كانت نيتي ان انا هخلص الغدا اللي هو العشاء، يعني اللي احنا اتعشيناه الساعه 12، وبعدين هقوم انيم بنتي وادخل على المطبخ اروق الدنيا. للاسف بقى جيت انيمها، هي صحيت، حست بيا يعني ان انا رايحه على المطبخ، فقلت بدل ما اقعدها معايا ساعه 1 ولا 2 في البرد، فانا انام والصبح ان شاء الله ايه ابقى اعمل الحاجات دي. فالحمد لله يعني صحيت تاني يوم، فطرت ورحت داخله على المطبخ، خد مني وقت كبير جدا جدا لان كل حاجه كانت متبهدله. بصوا انا غسلت السمك اللي هو البربوني وفتحته ونضفته لان انا هحمره، تمام؟ اهو هو اللي في ايدي ده، انا جايبين 1/2 كيلو بس منه، وبعدين هنقعه في ميه بليمون، تمام؟ عايزه تحطي شويه ملح حطي، بس ما تحطيش خل، يعني الخل بيبقى يدوب اللحم بتاع السمك شويه، يعني لو سمك كبير حطي خل، انما ده ما يتحملش، ده صغير.
ونضفت برضو الجمبري وحطيت عليه شوية ليمون وحطيته في بولة كده في جنب. ولسه بقى السمك الصغير ده اللي هو المكرونة مع نوع تاني كده، بصراحة انا اول مرة اكله، بس هو مفيش فرق بينه وبين المكرونة، هو نفس طعم سمك المكرونة. فتحته برضو وشلت الراس والديل بتوعه ونضفته. اكتر حاجة كانت صعبة في الموضوع اللي هو تنظيف الاسماك، فلو تقدري بقى ان انت تجيبي الحاجات دي متنظفة جاهزة او عندك الامكانية تجيبيها متنظفة جاهزة هاتيها، بس احنا كنا مستعجلين طبعا وعايزين نروح البيت فجبناها كده. هنا بجهز التتبيلة اللي انا هتبل بيها الاسماك دي، كلها تتبيلة واحدة، راس توم مثلا كده ولا حاجة، يعني هتحتاجي شوية توم كويسين، ودقيهم في الهون بتاعك او في الكبة او في هراسة التوم زي ما بتعمليهم، وحطيهم وحطي عليهم ليمون، ليمون كتير بقى، ليمونتين تلاتة كده كبار، وحطي شوية خل، وحطي كمون وفلفل اسود وملح وبهار سمك لو عايزة، كل الحاجات دي. عايزة تحطي شوية من السبع بهارات بس مش كتير، وقلبي بقى التتبيلة دي مع بعضها وتبلي بيها كل انواع السمك اللي عندك، اي نوع سمك تبلي بيه. يفضل طبعا، يفضل طبعا تسيبي الحاجات دي في التتبيلة ساعتين ثلاثة، بس انا بصراحة عشان ما اكدبش عليكم وانتم متعودين مني على كده، انا تبلت وحمرت على طول لاني ما كانش عندي وقت، كنا الوقت متأخر وكانوا عايزين يتغدوا، فبيني وبينكم بقى رحت متبلة ورحت محمرة على طول، يعني ما كملوش ربع ساعة في التتبيلة، بس بصراحة ما شاء الله الحاجة كانت زي الفل، والله العظيم ما بكدبش عليكم الحاجة كانت طعمها جميل جدا، خاصة بقى ان انتي محمرة في زيت نظيف وحاجات، حاجة في بيتك يعني، حاجات بيتي كده. السمك ده برضو تبلته بس ما حمرتوش كله لانه كان كتير بصراحة، فمسحت البوتاجاز مسحة خفيفة جدا لانه هو هيتبهدل برضو، انتوا شوفوا هتشوفوه على الفيديو التاني بتاع اميرة في بيتي هتشوفوا منظره كان عامل ازاي. هنا هعلق على الرز، عما الرز يستوي بقى اكون حمرته وخلصت، الاتنين يبقوا مع بعض وكل حاجة تبقى سخنة كده. انا عملت بصلاية وبشرتها على المبشرة، عايزة تقطعيها على ايدك برضو قطعيها على ايدك بتبقى حلوة قوي. ده سمك، ده اسفة، رز صيادية. هحط الحلة كده على النار وهحمر بقى البصلاية دي، خلي لونها احمر، والسلطة انا عملتها على السريع كده برضو وانا واقفة. فبصوا بقى هنحمر البصل ده كويس قوي، خلي لونه احمر داكن، وبعد كده بقى ايه، اهي الحاجات كلها متبلة اهي من نفس التتبيلة، كله من نفس التتبيلة. البصلة برضو قربت تحمر خالص، انا بسجل لكم الفيديو ده بقى وانا بعمل لكم دلوقتي روتين برضو في المطبخ حلو جدا، هبقى انزله لكم ان شاء الله بعد ده. بصوا بقى حمرنا البصلايه كويس ونزلنا بالميه المغليه، ميه مغليه علشان تخلي معاكي الرز مفلفل وحلو، وحطي بقى الملح والفلفل الاسود والكمون، كل الحاجات بتاعتك اللي انتي بتحبي تحطيها بقى، عايزه تحطي برضو بهار سمك مع الرز بيبقى حلو. وننزل الرز بتاعنا اللي احنا غسلناه هجيب بقى الطاسه دي، الطاسه دي ليها فيديو بقى مخصوص يا جماعه، مفاجاه. الطاسه دي كانت خلاص يعني قربت ان هي تنقرض وتدخل بقى في الزباله، هوريكم بقى عملت فيها ايه ان شاء الله في فيديو تاني لوحدها، عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، ولو وصلتوا الجزء ده من الفيديو لسه ما عملتوش لايك بعد اذنكم حطوا لايك. هبدأ بقى ان انا جبت دقيق ونشا وقلبتهم مع بعض وحطيت عليهم شوية صغيرين ملح وقلبيهم، وحطي بقى السمك ونفضيه كويس من الدقيق والنشا ده وحطيه في الطاسة. السمك ده ما بياخدش اللون الاحمر الداكن لان هو اصلا ما بياخدش سوا، فبتبصوا تلاقوه بدأ يصفر كده بس مقرمش،
شيليه على طول، هو ما بيحمرش يعني، ما تسيبيش السمك يحمر قوي عشان ما يتحرقش. وورا جبت طاسه برضو تانية حطيت فيها زيت نظيف كده، ورحت منزله فيها الجمبري علشان انجز برضو، لاني كانوا فصلوا جوا. عايزه اقول لكم والله العظيم كانوا فصلوا جوا. كانت الساعه 12 واحنا من صباح ربنا بره انا وبنتي، زي ما قلت لكم كنا عند الدكتور ورجعنا. بنتي ما كلتش اي حاجه طول اليوم غير بسكوتات وحاجات زي كده، وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي اصلا كلها غلط. فيعني بصراحه كنت عايزه اخلص باي شكل علشان خاطر اغديها هي. فما كنت بطلع جمبري، كانت هي بقى بتقعد تاكل كده جنبي لحد يعني ايه ما اخلص. حطوا لايك بعد اذنكم لو وصلتوا الجزء ده من الفيديو عشان تتابعوا كل جديد. فيديوهات قوية جدا الفترة الجاية ان شاء الله، ربنا ما يجيبش اي حاجة وحشة، وربنا ما بيجيبش الا كل خير طبعا انا عارفة. فادعوا لي كده ربنا يقدرني ويوفقني الفترة الجاية ان انا اقدر اكون معاكم باستمرار على القناة دي، وان القناة دي تكبر بيكم يا رب، اللهم امين. واحقق ولو جزء من اللي انا كان نفسي احققه في القناة التانية ومعرفتش. فان شاء الله خير، وكل تأخيرة وفيها خير، واللي ربنا رايده هنشوفه. فان شاء الله خير، وانا مش زعلانة على القناة التانية في اي حاجة يعني، عشان لو حد مفكرني زعلانة او متضايقة انا مش زعلانة والله. كله خير يعني، اي حاجة ربنا بيجيبها لنا خير. بصوا هنا هخرج بقى الجمبري ده، كان احمر جمبري ده، انا حمرته وحطيت بيضة عليه بالتتبيلة، تمام، بيضة على الجمبري بالتتبيلة، وبعدين قلبت البيضة فيها في الجمبري، وجبت اللي هو الفيجيتار الكريسبي بتاع اكسترا كريسبي بتاع كنور فاين فودز، اللي هو الجديد، اللي هو الفيجيتار الجديد بتاعهم. بصراحة حلو قوي طعمه ونكهته وقرمشته، كل حاجة فيه حلو. فجربوه في البانيه والجمبري والحاجات دي كلها، والله العظيم حلو. انا مش بقول لكم كده اعلان خالص، وانتوا عارفين ان انا لا بعمل اعلانات ولا بحب اعمل، ومش هعمل اعلان طبعا على قناه لسه بتقول يا هادي يعني. فبصراحه هو حلو، جربوه يا جماعه. جمبري، بني ستريبس، كنتاكي، اي حاجه جربيه كده هيعجبك قوي. خلاص هنا كان الدور التاني بتاع الجمبري، بس هم عملوا الطاستين دول ونص كيلو بس، فعم بتنضف طبعا ما بيبقاش كتير. السمك اللي ما شاء الله كان كتير، وفاض كتير جدا منه يعني، احنا ما تغدناش بالكمية دي كلها طبعا، فاض كتير جدا منه. هنا بقى كنت وصلت مرحلة ان انا خلاص اغرف يعني، كنا فصلنا مع المرحلة دي، فصلنا خالص، فصلنا باور. فغرفت الرز زي ما انتم شايفين، الرز ما شاء الله كان طعمه يجنن، وحطيت الجمبري حواليه يعني، قسمت الجمبري على طبقين كده، كمية كلها على طبقين، شكله حلو، وفي نفس الوقت الجمبري كده مع الرز طعمه يجنن. والسمك بقى هرصه دلوقتي، هشوف هرصه ازاي. وكده اليوم كان خلص معايا، عم حطيت الغدا ورحنا اتغدينا، وفكرت ان انا ارجع تاني المطبخ، لقيت نفسي مش قادره، وكمان بنتي عايزه تنام، وفي نفس الوقت مش راضيه تنام الا لما انا اكون نايمه جنبها، هي متعوده على كده. فقلت بدل ما اخدها معايا المطبخ حرام، فانا انام، والصبح ان شاء الله على خير اقوم اشوف بقى الكارثه اللي في المطبخ. وانتوا هتشوفوا طبعا الكارثه هناك على القناه الثانيه. الموضوع كان صعب قوي وبشع قوي قوي، وخد وقت ومجهود كبير لحد ما رجعت المطبخ تاني زي ما كان، لان اصلا المطبخ قبل ما ابدا في السمك المطبخ كان فيه مواعين، وما كانش برضو متظبط يعني، كان فيه خضار وحاجات عايزه تدخل التلاجة، وجيت انا مستعجله فكنت عايزه اخلص. فطبعا دي حياة الست المصرية او اللي مش مصرية، حياتنا عامة يعني. فالحمد لله على اي حاجة. هنا شكل الصينية اهو، بعد ما خلصنا رصينا السمك المكرونة لوحده، والسمك البربوني لوحده، والجمبري حطيته على الطبق كده زي ما انتم شايفين، والسلطة ما شاء الله كان الاكل طعمه يجنن.
ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك علشان تشجعوني افضل موجوده معاكم على القناه، وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي. مع السلامه.